انا دلوقتي في الهوست ده احنا عملنا ايه؟ عملنا الموقع الووردبريس ده هو ريتش ستيت اونلاين، وجينا في السيتنج كده نسميه اسمه ريتش ستيت، تمام. ودي النقطة التانية، عشان برضو حضراتكم لو عندكم مواقع على اي مكان تاني وعاوزين تنقلوه دلوقتي حتى لو على استضافة مجانية هتقدروا تتعاملوا بيه بالطريقة دي. وعندي موقع تاني، تمام، لان انا دخلت دلوقتي على استضافة تانية خالص، هروح الاستضافة اللي عملنا عليها الشغل المرة اللي فاتت، قبل ما نشغل الدومين الجديد عملنا على استضافة تانية. هفتح الاستضافة التانية اللي هي القديمة، ما فيهاش اي وورد بريس، اهي فاضية، تمام. انا عايز الموقع اللي احنا عملناه ده انقله على الاستضافة الجديدة، يعني انا عندي استضافة قديمة واستضافة جديدة، سواء ان انا عندي الموقع ده على بانثيون لو انا اشتغلت على المجاني، سواء عندي على انفينيتي فري المجاني او اي حاجة زيهم، او على استضافة مدفوعة ايا كان. اسهل طريقة لحضراتكم عشان تنقلوا ده ان انتوا تستخدموا بلجن اسمه، تمام. احنا ان شاء الله هنبقى ناخد الطريقه اليدويه، ولكن انا دلوقتي بتكلم عشان سرعه العمل في الوقت الحالي لما هنبدا ان شاء الله. درافت اب درافت بلس ده اللي هنشتغل عليه، تمام. هنعمل ايه بقى؟ انا عندي الموقع القديم ده، اخش على البلجنز واعمل اد نيو بلجن وانزل اب درافت بلس الموقع القديم. بيبقى مفيد في النقل او في الباك اب، انك تحافظ ده المفروض يكون موجود على طول عندك اصلا على الموقع. ونعمل اكتيفيت. كده بقى موجود عندنا. هنلاقيه فين؟ هنلاقيه في السيتنجز هنا، هتلاقيه تحت اب درافت بلس، اخش عليه، تمام. هلاقي كذا حاجه. اول حاجه اعملها ان انا لو عملت هنا باك اب هيحافظ، يعني هيعمل لك باك اب او نسخه احتياطيه من الموقع اللي انت فيه، بس فين؟ عندك على السيرفر، يعني على الاستضافه نفسها. فانت لو عاوز تعمل باك اب على الاستضافه نفسها اوكي، بس انت لو عملته على الاستضافه نفسها ده لو انت خلاص الاستضافه دي بتاعتك وانت عاوز تحفظ مجموعه من الباك اب. طب لو انا عاوز انقله لموقع تاني، يبقى انا لازم اطلع النسخه دي من الموقع ده خالص، اوديها مكان وبعدين الموقع الجديد يروح المكان ده يجيب النسخه ويرجع من غير ما انا ادخل ولا انزل حاجه عندي ولا الكلام ده كله. فهنعمل ايه؟ هنربط الموقع بتاعنا ده باسهل طريقه، جوجل درايف. هنروح على السيتنجز هنا، ومن السيتنجز هنا هننزل تحت كده هنلاقي هو بيديك حاجات كتيره من ضمنها ايه؟ جوجل درايف. انا عاوز اشتغل ليه؟ ده اسهل طريقه بالنسبه لنا، وممكن لو حد عنده وان درايف المايكروسوفت نفس الطريقه. انا كلنا عندنا ايميلات جوجل، اي حد عنده ايميل جوجل هيبقى عنده جوجل درايف. يعني هنخش على جوجل درايف، ندوس عليها وهنجري فوق نقول له سيف. بعد ما بعمل سيف هيظهر لي ان انت تدخل بقى على جوجل بتاعك، اديني السماح ادخل على جوجل بتاعك عشان اودي الموقع هناك. هنخش على الاكونت بتاع جوجل بتاعك، شوف الاكونت، تمام، وهتدي له الصلاحيات اللي هو هنا كونتينيو. هنا هتقول له allow، دي كلها حاجات روتينية طبعا، تمام. هيفتح دي، هتقول له كومبليت سيت اب اللي هي دي. وعايز اقول لكم على حاجه على الهامش كده على جنب، يعني البلجن ده الشاشه اللي طلعت لنا دي فيها خطا كبير جدا لليوزر اكسبيرينس دي، عشان لما تيجوا تصمموا تاخدوا بالكم. المفروض ان هو انهى مهمته بنجاح وبيقول لي خلاص انت كده تمام وخش على المفروض اديني شاشه خضراء. لما اداني الشاشه دي هي عشان لون اللون بتاع البلاجن نفسه، ممكن الواحد من الوهله الاولى يحس ان في مشكله حصلت، الشاشه وقفت، الكلام ده اللي ما يعرفش انجليزي هيقول لك بس ده بيديني خطا. فلذلك دي غلط. دايما لما نيجي بقى احنا نشتغل بقى احنا مع نفسنا ناخد بالنا من النقط دي عشان اليوزر ما يتخضش كده لما يشوف الالوان الاحمر الاورنج يحس ان في مشكله، لكن الاخضر هيرتاح. هنخش على كومبليت سيت اب، نرجع بقى احنا كده هو عمل ايه؟ خلاص
ربط الموقع بتاعنا ده اللي هو الموقع القديم بتاعنا اللي احنا عملناه بجوجل درايف. هنيجي بقى تحت كده، لو نزلت تحت وعملت سكان ريموت ستورج، ريموت ستورج اللي هو ايه؟ جوجل درايف يعني. لو دخل كده اقول له هو في اي نسخ عندك اصلا قديمه؟ يعني انت لو لقيت اي مواقع قديمه هتلاقيها، يعني هو لقى نسخه، هي الموقع قديم ممكن يكون انا عملته قبل كده. لو لقى موقع وكده ممكن تعمل له ديليت عادي من هنا. تمام، انا خلاص مش عايز الموقع اللي موجود، لو انا عايزه خليه يعني مش هيفرق في حاجه، بس عشان ما نتلخبطش. يعني انت هنا بتقول له في اي حاجه على الدرايف عندك، بيقول لك اللي موجود ايه، ممكن تمسحه وممكن تخليه، بس كده اتمسح تماما. اجي انا بقى اعمل ايه؟ اعمل باك اب للموقع اللي انا عليه دلوقتي ده كده، ادوس باك اب، بس اخد بالي ان انا اقول له ايه؟ الباك اب بس، من غير دي هيعمل باك اب على الاستضافه، لكن بدي هيودي الباك اب لجوجل درايف. اقول له بعت لي نسخه لجوجل درايف، ده لازم عشان انا جوجل درايف اللي هستخدمه في النقل. اقول له باك اب ناو، هيبدا هو يعمل بقى شويه الحاجات دي عشان ياخد نسخه ويوديها فين؟ يوديها على جوجل. كده خلاص تمام، خد نسخة اهي، وهتلاقيه كاتب النسخة الداتابيس بتاعتها والبلاجنز والثيمز والابلودز واي حاجة تانية، كل حاجة نقلها. خلاص ده الموقع الايه؟ القديم اللي احنا عاوزين ننقله. هقفل بقى الموقع ده خلاص، انا مش عايزه، واروح للموقع الجديد. انا جبت الاستضافة الجديدة اهي، استضافة جديدة خالص وفاضية مفيهاش حاجة، وعايز اجيب الموقع اللي هناك هنا. اروح اعمل ايه؟ انزل نسخه، يعني اسطب نسخه وورد بريس عاديه سواء بشكل مانوال او من هنا. اعمل انستول واسميه زي ما انا عايز بقى، يعني مثلا الموقع ده انا عايزه على الرئيسي عادي، على الدومين الرئيسي، وهاجي تحت اديله اي حاجه. الحاجات دي كلها اصلا لما انقل الموقع الجديد هتتغير البيانات كلها. واجي كده اعمل انستول، انا بعمل نسخه وورد بريس عاديه يعني ما فيهاش اي مشكله، بس عشان خاطر ان انا انقل عليها بعد كده. انا عملت نسخه اهي، هروح ل الدبليو بي ادمن اللي هي ايه؟ لوحه التحكم. طبعا النسخه اللي احنا عملناها دي نسخه عاديه يعني جديده خالص، بس انا عايز بقى احط الموقع اللي احنا دلوقتي نقلناه. هروح للبلجنز وهنزل نفس الايه؟ نفس البلجن اب درافت بلس، نفس البلجن اللي احنا خدنا منه نسخه هنسطبه هنا، نعمل له انستول على الموقع الجديد. واكتبه خلاص، انا اكتبته خلاص واشتغل. هروح بقى للاعدادات بتاعته وهعمل نفس الخطوات. اول خطوه هعملها ايه؟ هروح للسيتنج واربطه بجوجل درايف بنفس الايميل اللي ربطنا بيه المره اللي فاتت. هدوس جوجل درايف وسيف تشينجز، وهخش على نفس الايميل، نفس الخطوات بالظبط. بالألاو، بعد كده كومبليت سيت اب. خلاص كده احنا عملنا كل حاجه تمام، ربطنا. طيب هنقول له بقى ايه؟ استدعي الحاجات اللي عندك، اي ملفات عندك. فاروح عامل تحت هنا ريسكان ريموت ستورج، اوكي. هيبدأ يعمل ايه؟ شوف طلع لي اهو حاجه يوم 13 فبراير، النهارده 13 فبراير الساعة كام؟ الساعة 18:39، يعني من شوية، من كام دقيقة؟ من 4 دقايق. هي دي النسخة اللي احنا عملناها صح؟ هقول له ريستور هنا، ريستور يعني استرجع. بيقول لي عاوز تسترجع ايه؟ كل حاجة بقى، يعني احنا عاوزين البلاجنز وعاوزين الثيمز وعاوزين يعني الموقع كامل. خلاص نروح نحدد لها كلها كده ونقول له نيكست. هيبدأ هو بقى يعمل شوية حاجات كده، يعني بقى بيحمل الملفات دي فين؟ على الهوست الجديد.
يعني بيجيبها بقى من الدرايف ويجيبها على الهوست الجديد. يعني هناك ودى من الهوست للدرايف وهنا من الدرايف للهوست الجديد. هنستنى لغاية ما يخلص خالص، ما نعملش نيكست لغاية ما يخلص الكلام ده. بس هنا طبعا خلاص هو خلص، بتديك بس تحذير، ده عادي حاجة روتينية يعني، تمام، وتقول له هنا كلمة ريستور، هيبدأ بقى يعمل ايه البروسيس دي. هنستناه برضو لغاية ما يخلص. بيقول ان الريستور سكسسفول، يعني ان احنا خلاص تم بنجاح. اقول له ريتيرن تو درافت كونفيجريشن، هيقول لي طيب دخل من الاول بقى الايه اليوزر والباسورد. هنا في نقطه مهمه جدا، ان اليوزر والباسورد دلوقتي مش اللي احنا عملناهم دلوقتي، لا بتوع الموقع القديم، لان هو نقل الموقع القديم بكل الداتا بتاعته، فانت لازم تكون عارف اليوزر نيم والباسورد بتوع الموقع القديم، لان هو غيرهم علشان كده دخل من الاول تاني. فانا مش فاكر كنا عاملينها تقريبا كده، كان كده. ده بقى خلنا على الموقع، ادي الموقع ريتش ستيت، هتلاقي حتى اسمه ريتش ستيت على الاسم القديم مع ان هو ده الدومين الجديد، بس انا نقلت الموقع. تخش بقى تعدل اللي انت عايزه بقى وكده، لو انت هتنقل لحد الموقع زي ما هو، او لو هتنقل لحد موقع وتعدل فيه. يعني كده نقل لي الموقع كو زي ما هو بالظبط بكل تفاصيله، حتى بالداتا بتاعته، بالادمن، باليوزر نيم، بالباسورد، بكل سهوله. نقلنا من هوست لهوست تاني خالص، من سي بانل سي بانل تانية خالص. طبعا في طريقة تانية مانوال، بس دي انا مش هناخدها دلوقتي، هناخدها ان شاء الله مع السكيورتي، علشان دي محتاجة مننا يعني شوية امور كده. طيب انا بعد ما عملت الحركة دي خلاص، عاوز افصل بقى الموقع بتاعي عن جوجل. ما انا هدي الموقع ده لعميل، انا هدي الموقع بتاعي لعميل، فانا مش عاوز العميل ياخد الموقع ومربوط بجوجل بتاعي. فهروح على الدرافت، اب درافت ده، وهروح على السيتنجز برضو بتاع الموقع بتاع العميل، وهنزل تحت كده، تمام. هلاقي في حاجة اسمها ايه، فولو ذيس لينك تو ريموف ذيس سيتنج. يعني ايه؟ هنا هعمل ريموف لجوجل من على الموقع ده، اروح دايس عليه، تمام. هنا قال لك ايه، خلاص تم المسح تماما كده. لو دخلت على السيتنجز تاني، هلاقي تحت مفيش اي حاجه، خلاص موجوده، مفيش اي ايميل مربوط ولا اي حاجه. لازم اعمل ساين من جديد، لازم اخش على اي جيميل تاني من جديد. طيب لو انا عايز احافظ على باك اب بشكل مستمر، طبعا انت ممكن تعمل باك اب على الموقع زي ما قلنا، من غير ما يكون رابطه بجوجل. بس هو ميزه جوجل ان انت بتحفظ بره الاستضافه، عشان لو حصلت مشكله في الاستضافه، قفلوا عليك الاستضافه، خلصت مثلا التمديد السنوي وعدى عليك وقفلوا لك الموقع، وانت مش عاوز الهوست ده، انت عاوز تنقل على مكان تاني، خلاص انا معايا النسخه بتاعتي على طول، اروح ساحبها من جوجل وعلى الهوست الجديد، مش محتاج اقعد اكلمهم او ادفع فلوس عشان خاطر اخد النسخه بتاعتي، وحاجات من كده يعني كتير. فانت بتيجي تعمل باك اب ريستور هنا، لو هتعمل يدوي كل شويه بتيجي تعمل باك اب ناو كده، بتقول له اعمل ايه على الباك اب، يعني ايه الباك اب اللي هتعمله، دي حاجه تمام. وممكن انت تيجي تعمل سكيدجول للباك اب ده من من راح فين ده، من السيتنج، من السيتنج هنا، تمام، اللي هو فايل باك اب سكيدجول وداتابيز باك اب سكيدجول. هنا مانوال، يعني انا بعملهم مانوال، او انت بقى قول له ايه مثلا، كل لو انت على حسب انت بتشتغل على الموقع كل قد ايه، يعني ممكن ويكلي كل اسبوع، ممكن اقول له مانثلي كل شهر اعمل لي نسخه زي ما انا عايز، تمام، بقدر احدد. فهو بيعمل ايه؟ كل شهر بيروح مكاريت هو لوحده باك اب من الموقع ويبعتها لك على جوجل كل شويه، وبعدين هتلاقيها ظهرت تحت هنا، هتلاقيهم ظهروا تحت بعض في المكان اللي كنا فيه بره، هنا تحت بعض هنا، هتلاقي بقى هنا كذا باك اب. وحاول ان انت كل ما يعمل باك اب جديد امسح القديم، عشان ما ياخدش مساحه من على، لان هو بياخد مساحه من على جوجل، وبياخد مساحه من على الهوست. انت جوجل ليك 15 جيجا، يعني جوجل درايف المجاني 15 جيجا، فانت يعني
قبل ما يملى ال 15 جيجا دول انت بتمسح الحاجات القديمه وتخلي بس اخر نسخه هي اللي تهمك يعني. بس ده بالنسبه عاوز امسح بقى من هنا امسح من هنا. لو شلت دي مش هيمسح من على جوجل، هيمسح من على الموقع بس، لكن جوجل هيفضل زي ما هو. لو عملت كده هقول له امسح النسخه دي من هنا ومن على جوجل بالشكل ده.